أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم. اليوم سأقدم لكم درسا جديدا في مكون الاستماع والتحدث، حكاية جديدة في مجال جديد هو مجال الحفلات والأعياد، نعم، تحت عنوان في معرض الفرس. أعيد قراءة العنوان في معرض الفرس. أعيد معي جميعا قراءة العنوان في معرض الفرس. جيد، كم من كلمة يتكون منها العنوان؟ يتكون العنوان من ثلاث كلمات، في معرض الفرس ثلاث كلمات، نعم. هل سبق لكم أن زرتم معرضاً؟ نعم. هل تقام معارض بمدينتكم؟ هناك معارض كثيرة، نذكر منها مثلاً معرض المنتوجات الفلاحية، معرض الصناعة التقليدية، معرض التمور، وغيرها من المعارض. الآن بعد قراءة العنوان في معرض الفرس سوف أمر بكم إلى ملاحظة هذه المشاهد. لاحظوا معي هذا المشهد، طفلة نائمة، نعم، طفلة ترسم، جيد، طفلة كانت ترسم ثم نامت، لنسجل هذا التوقع. نعم، لنقرأ، طفلة ترسم ونامت. نمر الآن إلى المشهد الآخر. لاحظوا جيدا الصورة أعلى، حافلة مدرسية، نعم، أطفال يتوجهون إلى مدارسهم. لنسجل هذا التوقع، أطفال يتجهون إلى مدارسهم، أطفال يلتحقون بمدارسهم. نمر إلى المشهد الآخر، مشهد موالي، طفلة تساعد أباها، سروج، نعم، طفلة في رواق السروج، نعم، لنسجل هذا التوقف. نمر إلى المشهد الأخير، المشهد في أسفل الصورة، فرسان يطلقون البارود، نعم، فرسان
أو موسم التبوريضة، فرسان يتسابقون. نسجل، فرسان يطلقون البارود. بعد قراءة العنوان في معرض الفرس وتسجيل التوقعات، طفلة ترسم ونامت، أطفال يلتحقون بمدارسهم، طفلة تتجول في المعرض، فرسان يطلقون البارود. الآن سوف أقوم بتسميع الحكاية، ركزوا معي جيدا لنبدأ. هل أنتم على استعداد لنبدأ؟ في معرض الفرس، سلوى فتاة صغيرة تحب الخيل وتتمنى أن تصبح من كبار الفرسان في بلدتها. ذات مساء وبعد أن أنجزت واجباتها المدرسية، أخذت ورقة وقلما لترسم فرسانا يركبون خيولا. وما أن بدأت في الرسم حتى غلبها النوم، أسندت خدها على مكتبها فاستسلمت لنوم عميق. وإذا بها تتجول في أروقة معرض الفرس مع رفيقاتها. هذا إسطبل يتم فيه تنظيف الخيول وصيانة حوافرها، وهذا جناح فيه البرانيس والجلاليب الزاهية، وهذا جناح السروج المذهبة التي يتفنن في صنعها حرفيون مهرة. وبينما كانت سلمى تتجول في أروقة المعرض، سمعت دوي البارود القوية فخافت وهربت هاربة. سمعت دوي البارود القوي فخافت وهرعت هاربة. فحضنها شيخ وقور كان واقفا بالقرب منها وقال لها: الفارسة لا تخاف دوي البارود يا بنيتي، هيا لنستمتع بعروض التبوريضة. ولما كانت سلوى تتفرج على الفرسان وهم يطلقون البارود فوق خيولهم الجميلة، سمعت اسمها يتردد عبر مكبر الصوت يدعوها المنادي للالتحاق بإدارة المعرض حيث تنتظرها صديقاتها. هذا النداء أيقظ سلوى من نومها العميق وقالت: إنه حلم ممتع ومفيد. فأمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها. نعم، أعيد تسميع الحكاية، ركزوا للمرة الثانية كي نتحقق مما كتبناه في الخطاط. الكل على استعداد لنبدأ. في معرض الفرس، سلوى فتاة صغيرة تحب الخيل وتتمنى أن تصبح يوما من كبار الفرسان في بلدتها. ذات مساء وبعد أن أنجزت واجباتها المدرسية، أخذت ورقة وقلما لترسم فرسانا يركبون خيولا. وما أن بدأت الرسم حتى غلبها النوم، فأسندت خدها على مكتبها واستسلمت لنوم عميق. وإذا بها تتجول في أروقة معرض الفرس مع رفيقاتها. هذا إسطبل يتم فيه تنظيف الخيول وصيانة حوافرها، وهذا جناح تعرض فيه البرانس والجلاليب الزاهية، وهذا جناح السروج المذهبة التي يتفنن في صنعها حرفيون مهرة. وبينما كانت سلوى تتجول في أروقة المعرض،
سمعت دوي البارود القوية فخافت وهرعت هاربة. سمعت دوي البارود القوية فخافت وهرعت هاربة. فحضنها شيخ وقور كان واقفا بالقرب منها وقال لها: الفارسة لا تخاف يا بنيتي، هيا نستمتع بعروض التبوريدة. ولما كانت سلوى تتفرج على الفرسان وهم يطلقون البارود فوق خيولهم الجميلة، سمعت اسمها يتردد عبر مكبر الصوت يدعوها المنادي للالتحاق بإدارة المعرض حيث تنتظرها صديقاتها. هذا النداء أيقظ سلوى من نومها العميق وقالت: إنه حلم ممتع ومفيد. فأمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها. جيد، مما لا شك فيه أنكم تتبعتم معي الحكاية، والآن أجيب عن هذه الأسئلة: ماذا كانت تحب سلوى؟ ماذا كانت تتمنى أن تصبح؟ ماذا سمعت سلوى؟ هل هذا حلم أم واقع؟ لنفكر جميعا في هذه الأسئلة. والآن سنعود لنتحقق مما كتبناه في الخطاطة. التوقع الأول: طفلة ترسم ونامت. يتبين أن هذا التوقع صحيح. من خلال المشهد سلوى ترسم ونامت، ومن خلال استماعكم للحكاية وأخذت ورقة لترسم فرسانا، وما أن بدأت في الرسم حتى غلبها النوم فأسندت خدها. يتأكد كذلك من النص. إذن لنحتفظ بهذا التوقع. لنمر إلى التوقع الآخر: الأطفال يلتحقون بمدارسهم. عود للمشهد، يتحقق من خلال المشهد: أطفال لا يلتحقون بمدارسهم، ليست لديهم محافظ. نمر كذلك مما يؤكد أن هذا التوقع خاطئ من خلال سماعكم للحكاية. فإذا بها تتجول في أروقة معرض الفرس مع رفيقاتها. إذن هذه الجملة تؤكد لنا أنها ليست وقت الدراسة، هذا معرض للفرس. إذن لنحذف هذا التوقع ونعوضه بالتوقع الصحيح. في نظركم ما هو التوقع الصحيح؟ أطفال في زيارة المعرض. لنعود إلى التوقع: طفلة تتجول في المعرض. من خلال المشهد تأكد لنا ذلك، طفلة في جناح السروج. من خلال النص يتأكد كذلك من خلال الجملة: فإذا بها تتجول في أروقة المعرض. وكذلك الجملة الأخرى: حضنها شيخ وقور لما سمعت البارود وخافت. إذن توقع صحيح ونحتفظ به. لنعيد قراءته: طفلة تتجول في المعرض، فرسان يطلقون البارودة. نتحقق من هذا التوقع من خلال المشهد أولا: الفرسان يطلقون البارود، توقع صحيح. ما يؤكد ذلك من خلال النص هو: سمعت دوي البارود القوية وخافت. إذن توقعات صحيحة.
أضيف هذه الخطاطة لأترك لكم المجال لتوقعاتكم. إلى هنا تنتهي حصتنا، وأستودعكم الله، وإلى اللقاء في فرصة أخرى.